هكذا بدا المشهد على الأرض في حلب. معارك كر وفر بين قوات الأسد ومن خلفها الميليشيات الداعمة لها ومقاتلي المعارضة الذين يسعون إلى فك الحصار عن المدينة. الاشتباكات تركزت في منطقة حلب الجديدة وحي 3000 شقة انطلاقا من المناطق التي استعادتها المعارضة مؤخرا، خاصة ضاحية الأسد، وخسارة النظام فيها كانت ثقيلة مع مقتل نحو 55 عنصرا من قواته. معركة فك الحصار المستمرة منذ أيام ردا على هجوم موسع قامت به قوات النظام على أحياء حلب الشرقية، توقعت لها المعارضة أن تكون طويلة الأمد وأن لا تحسم لصالح أحد. استماتة النظام في الدفاع عن تلك المناطق وإصرار المعارضة على انتزاعها منه يعود لكونها تشكل خطوط الدفاع الأولى للنظام، لا سيما وقوع أكاديمية الأسد فيها وهي ثاني أكبر نقطة عسكرية في حلب. ورغم ذلك فإن نجاح المعارضة في السيطرة على الأكاديمية العسكرية سيسهل عليها مواصلة تقدمها نحو حي الحمدانية الذي يمثل أهم قاعدة لقوات الأسد في حلب وأكثرها تسليحا. فحي الحمدانية يضم غرفة عمليات ميليشيا حزب الله وميليشيا النجباء العراقية، ومنها تنطلق هجمات النظام المدفعي على مناطق المعارضة شرق حلب. كما أن الحي هو آخر معاقل النظام، فباستعادته تكون المعارضة قد تمكنت من الوصول إلى منطقة صلاح الدين، وبالتالي ستنجح في كسر الحصار عن حلب. لكن ذلك كله مرتبط بمدى قدرة المعارضة على مواصلة قتالها على الأرض وصمودها أمام الضربات الموجعة التي تتلقاها من مقاتلات النظام وروسيا. إسلام عبد الكريم، العربية.